الجوارح لها حدود، اشمعنى العقل اللي بتقول انه بلا حد؟ ما انت كلك حيز، انت ليك حيز وكل حواسك لها حيز ولها حد، ليه العقل اللي بتقول لا انا مش مقتنع الكون جه كده؟ طب اشمعنى ليه حكمت العقل في امور اكبر منك؟ زي ما سمعك له حد كذلك العقل له حد، وده اللي بيفرق بين المؤمن واللي ضل والكفار. المؤمن عارف انه حد وصل لدين الحق ومسك بقى في سفينة الإسلام وبيشوف بقى يطبق الشرع ده إزاي، وعارف إن هو حد افعل ولا تفعل وهي دي الحدود بتاعتي. في حدود اللي بيتعدى الحدود دي ده بيطير بيضل إما في شهوات أو شبهات، فده أمر خطير جدا. ولذا كان بقى بص من الحتة دي، ولذا كان من المضحكات أن يدعي إنسان أنه لا يؤمن بالغيب أو أنه يستطيع أن يعيش في هذه الحياة بدون الإيمان بالغيب. وتحس بأنه هو كده إيه، عالم في نفسه كده، الشاب اللي هو اللي بيبقى عنده شبهات إلحاد وهو فرحان بيها مش زعلان. وأنا ممكن يجيلي شبهات إلحاد، بس الشبهات دي أنا عايز أدفعها، مضايقاني، خانقاني، إزاي أنا أشك في وجود الله؟ إزاي أنا أشك في بعثة النبي؟ فالشبهات دي خانقاني، تعباني، فانا عايز اتخلص منها وعايز اتعلم، اروح لاحد من المشايخ، حد من الدعاه، اقول له انا عندي شبهه كذا، الحقني يا شيخ، ده انا ضايع، ده انا تايه، ده انا هي ده ده